مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتوا في هذا العدد الجديد من حصتكم جي لايف. دونك جي لايف كما عودناكم انفيتي ان سوجي اللي نحكوا عليه، ولو سوجي تاعنا اللي راح اليوم هو الالعاب العربيه، وبالضبط الافتتاح تاع الالعاب العربيه اللي كان دار ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كان لقى ربما حاجه مليحه من عند المشاهدين ومن عند الناس اللي حضرت في لو سان جويي. دونك باش نحكيو على هذا ليفينمون معنا اليوم الانفيتي تاعنا اللي هو موسى نون مخرج الحفل. مرحبا بك موسى. السلام عليكم، مرحبا بك معنا دونك في حصه جي لايف. شكرا على الانفيتاسيون. ميرسي بوكو. دونك بالك نبداو ومن بعد نروحو نشوفو انفيتيير. دونك موسى ستان ارتيست، جون ارتيست اللي عنده عده مواهب. ماذا بيا صح هذه الكلمه هذه باسكو نعطيها قال بزاف اوني بلو جون. Parce qu'à chaque fois, il y a dans la présentation jeune artiste. On n'a plus 20 ans. Donc tu es un artiste. Ah oui. Ah, super. Donc on a Moussa artiste en plusieurs arts. واخر حاجه ربما اللي شفناك فيها حاليا هي الاخراج تاع الحفل الافتتاحي للالعاب العربيه التي تجري حاليا راهي في الجزائر. دونك حفل ربما اللي كان كبير، حفل جاء مع عيد الاستقلال. دونك قبل ما ندخلوا للحفل نحكيوا شويه على موسى. شكون موسى؟ دونك شحال في عمره هذا موسى؟ باسكو انسان اللي يشوف هذا ليفينمون كبيره يقدر يقول بلي بالك ستان اكسبير، ولا انسان اللي بالك عنده بزاف في الدومين. دونك الناس باش تزيد تعرف اكثر. En fait, il y avait une production jazz قبل هذه، c'était فخر ومجد. C'était novembre اللي مع الونسي توجور. مع الونسي j'ai eu déjà une expérience مقبل دي جو افريكان. Voilà, c'était aussi. Donc, qui est-ce qu'il y a Moussa? Je connais qui est Moussa. Moussa, moi, c'est un Jazaïri. Voilà, un artiste qui essaye d'exister. Très bien. نحكيو على لار، دونك نحكيو على بوتيتر موسى فهاد لو كوتي تاع لار سما، وشنو ماليزيتي تاعو وشنو التكوينات اللي عندو انسي دو سويت. انا دو فورماسيون خريج تقصرين لا جونيس، وبعد لا جونيس رحت قريت في ليسماس سورتون دو ليسماس اخراج سينمائي. ما شاء الله. بالك قبل ما نكملوا الديبات تاعنا نروحوا نشوفوا هذا التقرير اللي اعدوه الزملاء من القسم الرياضي بخصوص افتتاح الخاص بالالعاب العربيه في الجزائر. نعود نقولوا دقت ساعة العرس واجتمع الإخوة والأشقاء العرب، وما أجمل اللقاء على أرض الشهداء حين يتزامن ويوم استقلالها. الابتسامة، الطيبة، النخوة، الأخلاق، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب. شكرا للجزائر وأهل الجزائر، ومبارك افتتاح الدورة وهذا النجاح في افتتاحها، وأيضا كل عام والجزائر بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال 61. كأن في دولتنا فلسطين العلاقة الوطيدة بين الشعب الجزائري والفلسطيني والاستقبالات الحارة يعني مستحيل ننساها بحياتنا. أكيد إحنا نتشرف بوجودنا في الجزائر، وكمان نشكركم على حسن الضيافة وحسن المعاملة. نشكركم دائماً على جميع ما تقومون به لدعم القضية الفلسطينية. بملعب الخامس جويليا وبلغة الإبداع والتميز تواصل الجزائر إبهار القلوب وسحر العيون. هذه المرة جاء الدور على احتضانها للطبعة 15 للألعاب الرياضية العربية. أن هذه الدورة العربية أسندت للجزائر في مارس فقط، واللجنة التنظيم نصبت في 7 ماي من هذا العام، فهذه الفترة القصيرة أقل من أكثر من شهرين، فهذا تحدي بالنسبة للجزائريين للوصول إلى أحسن تنظيم بالنسبة للدورات العربية. حفل الافتتاح من أعلى طراز بسواعد وعقول جزائرية أكد تمرس الجزائر في تنظيم مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى التي استعرضت فيه لوحات فنية وتاريخية عبرت عن 5 مراحل من العصور القديمة إلى مرحلة الجزائر الحديثة، مرورا بمرحلة المقاومة والتحرر الراسخة في ذاكرة كل جزائرية من خلال محاربة الاستعمار الفرنسي الغاشم. الجزائر أعطت نفساً جديداً للألعاب العربية
بعد توقف دام 12 سنة، ورفعت معه سقف التنظيم والمستوى، بل سارعت الزمن في فترة وجيزة وأوفت بالوعد عند الموعد، بل أظهرت الجزائر الطبع منذ البداية في صورة تليق بكل العرب، لأنها منافسات كل العرب. دونك كما كنا نشوفوا التقرير كان من اعداد زملاء في القسم الرياضي. نذكركم دائما بانه بامكانكم المشاركه معنا في الحصه عبر الاتصال في الرقم الهاتفي ظاهر اسفل الشاشه 077-00-53-54 هكذا باش تعطونا رايكم حول الحفل، الناس اللي شافت الحفل، اون بليس دو سا الانسان اللي حاب يقدم اهداءات خاصه عبر الحصه، مرحبا بكم كاملين. دونك ربما مثل ما كنا نشوفوا في التقرير موسى، بالك الحفل عنوان تاعو اللي كان هو صميم، ربما هذه اول حاجه يمكن ننطلقوا منها، علاش صميم بالضبط وشنو هو لو سونس تاع صميم؟ العنوان كان تقريبا في الايام الاخيره باش قدرنا نلقاو عنوان. كان في النص كاين بزاف كلمات اللي كل مره تقول هذا هو العنوان. نعم. ومن بعد لا كاليتي تاع الجزائريين سي تي كحنا اوني اونيك بالسونس يا كاك شوز كي نو ديفير ما نشبهوش الناس الاخرين، يا ان تريك ديفيرون، تكون كاين خصوصيه، تكون كاين الخصوصيه هذه كانت في المعدن. والمعدن سي كوا سي الصميم، ما حبيتش تكون الصميم، تكون كلمه صميم بما انها لغه عربيه تقدر تجاوب اي كان، باسكو نقدروا نلقاو كلمه واحده اخرى في الديالكت تاعنا. مي صميم سي ان ريبونس اوسي، كي تقول من الصميم في الصميم الى الصميم، يعني من العمق. كاين العمق، كاين المركز، كاين المعدن، كاين سولون لوتيليزاسيون دو مو. C'est-à-dire que le mot samim, l'équivalent en d'autres langues, il n'y a pas un seul mot. Par exemple, samim, en français, tu as le cœur. Alors que ce n'est pas ça ce qu'on veut dire. C'est samim. C'est ma fille l'oral arabe, il y a un des mots qui sont très bien. Exactement. Et la cinquième époque, jazzou, quatre époques, la cinquième, tu as dit que tu as dit que samim est un anjad. صميم نفسه ابن عنجد. سما منا اللي جات كلمه صميم اللي تعبر على العنوان. او ميم طون يا في دوتر ريبليك في لافان تاع طابلو ليبوك 4 وين سي لا ريفوليسيون اي تو يقولوا اون فوا عند لونتري تاع لا سانكيام ايبوك تقول الوعد عهد والعهد دين والحريه على الحر دين في الصميم لها مخلصين. جميل جدا. بالك كلمات يعني اللي تدل على عمق التاريخ الجزائري، خصوصا انه الموعد ربما تزامن مع ذكرى عيد الاستقلال، وهنايا اللي شفنا المزج بين التاريخ تاع الجزائر عبر عده ربما مراحل تاريخيه، هذا اللي شفناه في السيناريو. لا ديفيكولتي وين كانت سي كومون اون بو راكونتي تون ديستواغ بو دو دوري. سيتي سا لا كيستيون. Ou tu peux entendre une préhistoire ou DJ sans qu'il soit monotone, sans qu'il soit un documentaire. C'était ça la difficulté. Et grâce à tous les éléments, la musique, les paroles, la danse, la lumière, l'image, gars, les moyens, les sabouqal bouhad, bach, il y a des icônes festifs, spectaculaires, et en même temps, il y a du contenu. طيب بيان بالك لما نوليو للحفل اللي قام به ربما الشباب المشاركين وجمع الفنانين، اغاني مزيج بين لوحات فنيه كثيره، ربما عروض بعض الصور اللي كانت في ارضيه ملعب 5 جويليا، بالاضافه للابهار الكبير للصور اللي كانت في السماء من خلال الدرون وما الى ذلك. يعني لما نحكيو على هذا لو شارم هيستوريك اللي كان كاين، هو محاوله لاثبات مقومات الهويه الجزائريه. شوف الإبهار دوكا تقول نتاع لا تكنولوجي دو مابينغ ولا لي درون ولا لا لوميير ولا هادو كامل سي دي موان وسيله صح سي جوست ان موان تعبر ربما استخدام فكره اكزاكتو كيس كون بو يوتيليزي واش نخدموا بها واش نديروا بها واش نديروا بها سي تي سا الكونتكست الوغ حكايه عجبتني واحد لا ريبليك قالوها ناس قال لك واحد هكا مع تاكسير ولا قال لي حنا نعرفوا نعيشوا ليستوار ما نعرفوش نحكوها C'est-à-dire on fait صح. beaucoup de choses mais on n'a pas besoin. Des fois on n'a pas besoin parce que le soleil, le soleil, le soleil. Et quelqu'un d'autre m'a dit
ثمي هذه كاع الناس يعرفوها كي ولينا نحكيوا على سبيكتاكل قال لي فوالا اون فو ليستوار دو لالجيري قلت له اشاك فوا دون ان ايفينمون في لا ميم شوز قال لي تاريخ حنا نعرفوه صح مي اللي جينا ما يعرفوهاش صح الور سيتي لوبجيكتيف كيفاش تعاود تحكي نفس الحكايه اوترومو بطريقه واحده اخرى فوالا الور لي دي سيتي دو كريي اون تيماتيك او قالب الور يافي لوغو هذاك اللي خرج في الدرون على فا واللي خرج في المابينغ او ديبي هو اللي انسبيري من العالم الوطني نجمو الهلال مي او ميم طون لا بروش هي اون بروش البزيمه يسموها تلقاها كامل في لي كوستيم تراديسيونيل الجزائري صح كاع لي ريجيون كل واحد واش من ماتيير واش تعملها صحيح الور كاسكو نافي الا تو ماركي بيان في لافيش ولا في ليكرون واش كان يجوز النجمه فيها خمسه خمسة شو اسمه قرطات كل واحدة فيهم جاية من خاتم والخاتم هذاك كل خاتم سو ان ايبوك شاك ايبوك كان عندها اون كولور اي دي موتيف بريستوار ما قبل التاريخ التاريخ القديم الفتوحات الإسلامية المرحلة الإسلامية المقاومة التحرر المقاومة الشعبية من بعد الحرب على الاستقلال لو طابلو كومبلي سي المقاومة التحرر سيتي سا وكل واحدة فيهم كانت خاتم كي تلاقاو هما مع بعض يعطونا هذا اللوغو سيتي سا لونسومبل لي على فا لقيناه في الدرون حتى لي زيماج اللي كنا نشوفو فيهم في الدرون اللي فيان دو لا ربما نمشيو عندنا مكالمه هاتفيه ومداخله نقولوا مرحبا بك هل انتم في الاستماع الو مرحبا نحن في الاستماع هل أنتم في الاستماع؟ انقطعت المكالمة نواصلوا مع بعضنا ونحكيوا شفنا اون بليس دو سا ربما قبل ما نعاودوا نحكيوا على لي بريباراسيون نعاودوا نحكيوا على ربما الظروف اللي كنتوا تخدموا فيها لي كونديسيون لي زارتيست ربما كنتوا في قرية الفنانين مع بعضكم أجواء كيفاش عشتوها انسي دو سويت نحكيوا ثاني وين شفنا ربما أطباق جزائرية شفنا العديد من العادات والتقاليد احنا نعرفوا بين العاب عربيه دونك عندنا ضيوف عربيه وفي نفس الوقت ربما الحفل كان منقول في عده قنوات دوليه حتى نقدموا هذه الهويه هو هنايا ابراز الجانب الثقافي والعادات والتقاليد تاع الجزائر je pense ça c'est notre devoir en tant qu'artiste d'être l'ambassadeur de notre pays c'est l'occasion où une واحد يوري كامل واش عنده alors il y avait un tableau où كان يمشي en parallèle مع المابينغ وين سيتي كامل واش عندنا في اليونسكو تحط اون انيماسيون في المابينغ تسمى الموروث الثقافي الجزائري اللي محفوظ في اليونسكو اكزاكتومون يافي لي جرافور دو تاسيلي الفقارات تاع الماء الطعام الكسكس وي الحايك لي تابي كو شاك تابي بريزونتي اون ريجيون يافي اوسي لوفي دو سولي تاع الكوشي دو سولي تاع تمرست انسيتوت قلعة بني حماد هادو كامل كانوا دون زان طابلو اللي يحكي على الباتريمون الجزائري ابار سا يافي اون غروند بورت الباب الكبيره اللي كانت اللي هي مركبه من خصائص عندنا حنا في الجزائر كيما قايم نايم كيما القصبه كيما هادو كامل كانوا في لا بورت معناتها سي دي ديتاي كون افي كي زون مونتري سيت ريشيس كولتوريل كولتوريل او ميم طون ميم لا كونسيبسيون دو كوستيم دو شاك بيرسوناج شاك طابلو سي انسبيري اي basé sur des traditions algériennes. Très bien. ربما نعاودوا مكالمة. مرحبا بك. الو. مساء الخير. مساء الأنوار. شكون معنا ومنين؟ مساء الأنوار أنا نسمع فيك. صبرينا من ولاية مشيلة. مرحبا بك أختي صبرينا. تفضلي. خويا صحة عيدكم كامل. الله يسلمك عيدنا وعيدكم وعيد الجزائر كلها إن شاء الله. ربي يحفظك. دونك سلمى ربما كنت من بين الناس اللي شافوا حفل الافتتاح تاع الالعاب العربيه الا ما شفتي تلفزيون بوتاتر في ريزو سوسيو دونك احكي لنا كيفاش كمشاهده يعني تلقيتي هذا الحفل بالنسبه لي افتتاح عالمي ما شاء الله دونك معنا ربما المخرج موسى نون يعني تحبي توجهي له كلمات تحبي تحكي معاه الا عندك اسئله حول الافتتاح هذايا تفضلي مرحبا بك ما حبيت نشكره ونشكره بزاف بزاف ونقول له صحة عيدك صحة عيدك كل عام بخير ونقدم تحياتي لكل الجزائريين الله يسلمك إن شاء الله وإن
افتتاح مشرف جدا جدا جدا. ربي يحفظكم. الله يسلمك ان شاء الله. ربي يحفظك الاخت صابرين. خويا نقدم لكم تحيه كبيره كبيره كبيره، ويحسن لي الشرف اني حكمتكم. مرحبا بك في اي وقت ان شاء الله في حصه جي لايف اللي نفتحوا فيها المكالمات لكم انتم باش تشاركونا المواضيع الخاصه بنا وتبارطاجيو معنا هذه الاوقات الملاح. ربي يحفظك خويا. شكرا جزيلا اخت، تحيه لك وكل الناس المسيله اللي راهم في الاستماع وكل الجزائريين. شكرا شكرا جزيلا. نواصلوا ربما العديد من التفاصيل اللي صغيره اللي كانت كاينه في السبيكتاكل والعديد من الرسائل. يعني اليوم لما نجيو نحكيوا احنا هذا الكم الكبير من الرسائل، هذا الموروث الكبير اللي قدرتوا تجمعوه ربما في ان سبيكتاكل ان شو اللي اعطى صوره، ربما ما نقدرش نقولوا احنا صوره نمطيه اللي كانت كاينه من قبل، بصح الصوره اللي تمزج بين الموروث الحضاري وبين لا مودرنيتي الحداثه يعني اللي راهي كاينه. فنانين جزائريين اللي قدموا صوره. يعني لما نحكيوا على هذا الحفل كامل ربما كيف كان التحضير ليه، كيف كانت الافكار يعني حتى تخرجوا هذه الصوره وهذا لو سبيكتاكل فينال هدايا مع المزج بين عديد فنانين، شحال كانوا ربما العدد تاع الطقم اللي كانت تحضر الفنانين اسي دو سويت، يعني بوكو ديتاي كونسيرنو هذا ليفينمون. داكور، هي الصوره النمطيه اللي تحكي عليها. احنا كشعب معروف علينا شعب مجاهد محارب، يموت على جال بلاده، يضحي بوش عنده على جال بلاده، مي اون با فريمون اكسبلواتي لو كوتي لالجيريان فيزيونير سيانتيفيك المفكر، ما عطينا لهاش بزاف قيمه. الوغ في هذا العرض سينا نحكيو على هذا الجانب. خلاص احنا محاربين وثائرين تو عندنا، خلونا نحكيو على العقل يعني الابداع الفكري يعني. وين تلقى باللي الانسان وين بدا يكتب سي دون لي تراس كاينين في لي غرافور دو تاسيلي. العربه وقتاش كاينه مرسومه، وقتاش الانسان روض الحيوان استعملها الجزائري صحيح، كانت في لي تراس لحد الان كاينين في اللي اكتشفوهم الاخرين في التاسيلي كذلك. تروح انت لمدينه المادور وين كاين اقدم من اقدم الجامعات في العالم. تروح ابوليوس وروايه الحمار الذهبي كاقدم روايه، وزيد على ذلك هذه المعلومات اللي سينا نجوزوها في قالب فني. وكان تعاوننا مع باحث تاريخ مع اللي عاوننا اللي كان يعطينا لي زانفورماسيون هذو بور يوتيليزي ابويي نوتر بوزيسيون. باسكو في سبيكتاكل لا باس تاعو سي كوا، بدينا غنينا على بلادنا، قلنا فاتنة هي فاتنة غالية هي غالية، في القلب ساكنة لها الأرواح مسلمة، فاشهد يا تاريخ، أرواح يا تاريخ وقول الحق، قول الحق على الجزائر هذه شكون؟ اكزاكتومون سيتي سا لو كونسيبت، ويجيبوه يدوروه يتوه، أرواح لهنا قلنا واش كاين؟ هو باغي قال لك تاريخ أنا بالتاريخ تاريخ، عميق معقد مبهم كثير الزوايا تصنعني النوايا، نوايا مخفية منها من تذكرها الأحداث والحكاية. على فان كامل يقول فمن خلد خطاه فهي عليه شاهدة، دون لو سونس أطول شيء واحد تحكم باش نكتب عليه باش نكتب عليه صحيح. ومن بعد يجوزو سانك إيبوك، شاك إيبوك ألفا بريزونتي سا فيغتي. الأولى جات حكات لنا كيفاش أطاعها الحجر، قدر أنا قدر لا الشمس أحرقتني ولم يخسفني القمر، وتختم وتقول طالما كنا عمالقة نحاصر الأزمان والأزمان بنا تقر. تجي لي من بعد تقول له إنه إرث إنه كنز إنها رمز للأصول، تعالى واسألني ملكا كنت على الحق مسؤول. إي ألفا بريزونتي لي فيل ألفا لي سيتي إلي أن شو كومون أون بو ريزيستي مالغري توت لي سيفيليزاسيون إلي les colons, les jazz, on a résisté, on est resté. On est resté. Et ça, c'est notre qualité. Et ça, ça m'intéresse. C'est qu'on résiste. Mais à la fin, elle va citer des gens qui ont laissé une empreinte, une pensée. Ça. ربما نروحوا نمشيوا ناخذوا مكالمة هاتفية. عذرا نقطعك موسى. مرحبا. الو. السلام عليكم. مساء الخير، مرحبا بك. يبارك فيك يعيشك ما شاء الله، وانتم الله يبارك فيك وانتم عيد مبروك ثاني. ايوا مرحبا بك. شكون معنا ومنين؟ اول مره. الو راني معك، تفضل. شكون معنا ومن وين؟ معايا
درت حاجه باهيه اللي وريته لنا المخرج الله يبارك فيك. هذه كان قلت لها جاء من الخارج لا جاي من بير ولد خليفه التواضع نتاعو ما شاء الله والمهنه تاعو دايرها باخلاص انت فاني بصح هذاك عرفنا المخرج ولكن مازال ما تعرفناش عليك ونتمنى له الصحه والعافيه الله يبارك فيك بصح لازم تقول لنا شكون انت ومنين حتى يعني نعرفوا الانسان عجبتني يا يظهر عليك على بالك التواضع 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 الله يسلمك تفضل هاو معك المخرج يعني تحب تتحدث معاه إذا كان عندك أسئلة ولا عندك حاجة يعني اللي تحب توصلها له ولا صراحة هذا راضي بجمك وشنو هي الحاجة اللي عجبتك في الوشو هذا أنا كنت تذبية واش كاش ما عنده مشاريع وما يحبسها إن شاء الله يا أخوي وما يحبس دونك موسى لابارول راي عندك يعني أنا تعي نقول له الأمام وما يحدث إن شاء الله تشوف قاع الإيكيب اللي كاينة في الكوليس أنت واحد أخرى والله عجبني الحال أي الحمد لله عجبني الحال الله يحفظك الله يعطيك الصحة والله الله يعطيك ما يتمنى إن شاء الله يا رب العالمين السلام عليكم السلام بارك الله فيك على هذه المكالمة وعلى أنك شاركتنا هذه الآراء هذه وابقى معنا في الحصة حتى تعرف ربما فلسفة الحفل الفني اللي انقام بلك ناس تشوفوا مجرد حفل ولا تشوفوا ربما عروض فنية تقدمت ولكن دائما مورا هذه العروض الفنية كاين دائما رسائل كاين يعني فلسفة معينة اللي تطرح في هذا الـ دونك نكملوا معك موسى كنا نحكيوا على لي سانك ايبوك حكينا على لا دوزيام ايبوك وحكيت على المقاومه يعني تاع الجزائر انذاك وانها بقات صامده في وجه العقبات وكل شيء دونك لا تروازيام ايبوك لا بروميير كانت لا كولور تاعها بلو الكتريك بريسك ان بلو كيما اللي راه موراك تما سيتي لو ديفي فير لا ناتور صح يعني الانسان مشى للطبيعه وكيفاش تقلب على الطبيعه وين على فان يخلص الطابلو بالفقارات ونروحوا للزراعه وين الانسان تطور من الصيد لهادي لهادي ولا دوكا يستقر الدوزيام كان اللون الاحمر اللون الاحمر دون لو سونس لا ريزيستونس اي التميز ستادير تينغاد سي لا بلو غروند فيل لا بلو غروند سيتي دو فلومبير روما اللي بلو غروند كروم سا سي جور دو تريك كي مارك يعني يدل على حضاره كانت كاينه في كاين اللي حقوا ليبوك اسلاميك وين عندنا لو فيردو لو فيردو سي لون هادئ وين نحوسوا على السلام السلام الروحي الداخلي هنا رحنا من جانب وين كي تدخل الشخصيه الثالثة ديال الحقبة الثالثة تقول قرآن فرقان سر الوجود واليقين رسالة للفرد والعالمين سي سا يعني الدين الإسلامي كيف جاب الرسالة الإنسانية وكيفاش حنا تبنيناه وكنا من خير الفاتحين من بعد يجوا خمسة وين كل واحد بميزان كيفاش الثقافة الإسلامية واش عندنا حنا في لا بيريود هذيك اترافير لا ميوزيك لوكال ونا راكونتي وحكينا على العلماء اللي كانوا عندنا في هذيك ليبوك باش كملنا طارق بن زياد دونك من بعد تجي موراها ويكمل وين اون يوتيليزي لا ميوزيك اندالوس كي ميم دون لي فورم في المابينغ اللي كان كاين ايتو وين حتى وين نقولوا في لا بيريود هذيك اون افي نوتر بروبر كولتور وين كانت عندنا ثقافه محليه ماشي ثقافه شرقيه صح ميم كنا في نفس الحقبه وكامل مسلمين مي عندنا دي تروك ان سي سا كنا ايسي دو مونتري من بعد عندك يكمل التاريخ يقول مر الزمان بعد تدخل ليبوك كات تاع الثوره والتحول الاستعماري صحيح ما نسميناهاش الاستعمار استدمار يعني لا استعمار ولا استدمار اون لو سيت با لا جلديك جانسيست دون دون لو سونس وين لا اون بارل دو نو نحكيو على رواحنا حنا صحيح ما نحكيش على على الاخر واش قام واش قدم نحكي على روحي انا واش درت الور الثوره والتحرر واش تقول هي مر الزمان ولم يمر علي بالهوان حكايه الحر والجائر ان شئت غربا او شرقا او بين القطبين هو مقاوم صامد ثائر C'était ça le contexte. Le contexte, les cannes.
تكمل هذه اللي كات ايبوك كامل خرجوا من الباب الكبيره وكل وحده كان عندها الباب تاعها عندها ان كولور لا 5ايام نو لا 5ايام خرجت من الشعب عبات تقول الوعد وعهد والعهد ودين والحريه للحريدين وجات اون فوا جون كان لا انكور دو شومان اللي مازال عندها طريق ربما في هذا الشباب هنايا ربما نجيو من بعدها نحكيو لكن قبل ذلك نروحو نخرجوا الفاصل صغير ونعاودو دونك مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد فاصل ونعاودو نقول عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام اللي التحق بنا الان رانا نحكوا على حفل الالعاب العربيه اللي كان يوم 5 جويلية ودائما مع ضيفنا موسى نون مخرج الحفل ربما نوصلوا معك موسى كنا حكينا على لي كات ايبوك هيستوريك اللي كانوا كاينين دونك حكينا نحكوا على 5ايام ايبوك اللي قلنا انه عاود لابورت تاعها كانت وحدها مع لي جان هذوك دونك اللي تعبر على الاستقلال وي اسوجور فوالا دونك نزيدو نواصلوا ربما في الباقي العرض ربما المقاطع الفنيه اللي كنا نشوفوا فيهم تدل على عده طبوع ربما غنائيه اللي كاينه في الجزائر واللي كانت مرحبا في لاشونسون تاع مرحبا باللي جانا واللي يدخل الاولاني عندك الطابع الراي راه سلام سلام والباقي كانت كاينه جوله كل مره عندنا طابع باش نرحبوا به وين تبرز الطراء الغنائي اللي عندك الفني الجزائري ربما كي نحكيو على الطبوع الغنائيه يعني من بين الامور الاساسيه في الفن اللي لازم تبقى في التاريخ الفن الجزائري وتثبت الهويه يعني الفنيه للجزائر بصفه عامه هنا طارق كاظم الى في كيك شوز ديك تراودينير دون لو سونس ميم باسكو ديبي كي جينا نخدمو قال لي موسى اللغه العربيه قلت له اون فوا ترافايي سور سا Alors, au début du spectacle, il y a des histoires, et il y a des histoires qui sont les 5 histoires qui sont les dialectes algériens, avec notre dialecte. On va raconter notre histoire avec la langue arabe, la langue arabe, la fosha, où même la musique alamie, la musique symphonique, avec des percussions, des instruments, avec une vision épique. Mais la base taha, elle est là. Ntakitsma à l'époque 4, c'est universel, mais en même temps, c'est le Sud. Il est inspiré du Sud. Ntakitroh l'antique, il y a aussi la touche algérienne dedans. Qui est le haq الاسلاميك وين البردة بلا ميوزيك تاعنا بالريتم تاعنا من بعد كي تلحق لا ريفولوسيون باغي ومن بعد زيد تلحق لاكتواليتي اليا لا فراجيليتي اي لا سونسيبيليتي دو لالجيريان كونت يل ساجي دو سون كور دو سا مين فوالا نعاود لك لوتيليزاسيون كي نجيو نحكيو على الابداع الفني يعني ماشي حاجه سي با كيك شوز فاسيل انك تقدم هذا المزيج وهذا الابداع ربما في هذه المرحله وفي هذه الايبوك ربما الوقت ربما القصير اللي قدمناه هنا كي نشوفوا دي جان طالون الله يبارك انت قلت اوني بلي دي جان مي ماغريتو حبينا ولا كرهنا نبقاو دي جان حنايا باسكو علاش ماشي ناس اللي عندهم بالك 50 ولا 60 سنه في الدومين باش يقدم لك هذا الابداع دوك لما نشوفوا انسان بالك عنده 20 سنه في الدومين بالك عنده 15 سنه بصح يبدع بهذا الشيء نقولوا بلي لو جان يقدر يبدع مادام كيكون صغير كيكون صغير يقدر يبدع سو ا ترافير لي زيكسبيريونس الفو افوار دي زيكسبيريونس واش خدمت الا ما تعلمناش دوك في هذا لاج هذا جوسكا كون صح كون جوري 60 طون 60 طون كيسكو جو في فير سي لا روتريت بور لارتيست يا با دو روتريت مي ا 60 طون لازم يكون عنده سي في موراه اكزاكتومون En fait, même dans ce projet qui est né, par exemple, l'image, l'idée ou la création de l'image, il y a des jeunes qui travaillent les beaux-arts. Hassan, c'est un jeune qui ne passe pas les 25 ans. Mais quel est le moyen d'âge de l'équipe? Qui est-ce qu'on a l'équipe? Il y a une galerie catégorie. Il y a une galerie catégorie parce qu'il y a un jeune, un an qui est un film de jeune par rapport à autre chose. Il ne présente plus autant que jeune. C'est pas un vieux et je garde le cœur d'un enfant. Il y a la chanson de dire et j'ai gardé un cœur d'enfant. C'est من هذا الباب parce que le mot هذا ولا ياخذ
ملحة اكزاكت نقولوا حنا تري تري بيان. نزيدو نحكيو ثاني على الابداع الفني اللي كان كاين في السماء الاستقلال نقولها انايا افيك لي درون افيك هذاك ليكليراج بهذوك لي طابلو اللي كانوا كاينين دونك هذا الابداع هذا اللي خلينا نقولوا باللي ربما قدمنا عرض مستوى عالمي. ما نقدرش نربط العرض انه طاروا لي درون ونقول بلي هذا اللي خلاو العرض يولي عالمي. هي لو ميساج اللي فيها واللي من غير حكايه الميساج سي لونسومبل سي لونسومبل لو ميكس بين هاد اي با وي باسكو هادوك لي سيمبول اللي كانت الناس تشوف فيهم كل حلقه كانت تجوز كانت اون ايبوك كانت تجسد شخصيه من الشخصيات الخمسه اللي جازوا. الاولى كان فيها الطاسيلي الدوزيام كان فيها باب المادور الثروازيام كان فيها القمر الهلال وهي ليبوك تاع المرحله الاسلاميه الرابعه كان فيها المجاهد الخامسه كان فيها مقام الشهيد ومن بعد جا العنوان وجا اللوغو اللي لم هذوك مع الخرق الحلقات تري بيان. بالك هاد لا بريباراسيون كومبلي نحكيو عليها بالك شحال كانت المده تاعها كيفاش كانت الاجواء تاع لا بريباراسيون تاعها سيتي سبيد ترو سبيد وين دوكا كون زعما نحوس على ما فوتو اللي شافني قبل البروجي مول البروجي قال لي وراه الباقي تاعك و سيتي الكا بور تو الموند سي دي جون وين العيد عيدنا لتم ذبحونا الكباش لتم تما كل شيء وي شحال كنتو من ليكيب يعني كومبلي اللي قام بهذا العمل مو جو بارل با تشيفر جو بارل با تشيفر انا بالك نديباسي 500 بنادم ما نهضرش على الشيفر باسكو انا بور موا يفو با دوني لامبورتونس في الشيفر او كونتينو صح كوميم العمل الجماعي كيما ماني صح نجاوب على هذا السؤال الشيفر نو تري تري بيان. نحكيو شويه ربما على الفنانين اللي كانوا كاينين نحكيو على اللباس التقليدي اللي دخلنا به ولا اللباس اللي عبر على الحقب الزمنيه ربما هو ثاني نوع من الابداع اللي كان كاين. هي في كل مرحله سينا نعطوا لها تيماتيك او ميم طون دوتيليزي الباتريمون اللي كان كاين هذاك الوقت. نتا الاولى سينا لبسوها بالحجر واش كانت لابسه سي دي بيير او ميم طون كاين لي بيجو دو سود خميسه هذيك لي بيراميد اللي كاينين لي كليث فاير لا كولور بلو لو موتارد لو سيال لا تير سي تي سا. الدوزيام سي تي انسبيري دو الملحفه. الملحفه سي اون توني لقاوها بارتو لقاوها عند الشاويه وين تلقى نتايا كاين الضريح تاع امد غاسن وين كاين تيم قاعد وين كاين جميله اي با اترافير الملحفه on a fait le costume hadak. L'époque islamique, on a utilisé tout ce qu'il y a comme les lieux qui ont marqué la période islamique. Où il y a le chedda, le karak, où il y a le qatifa, où il y a le mjboud. Tout ça, nous avons tous les mis dans le hafsa. Où il y avait aussi le haïk. Dans l'époque, il y avait une forme d'arbre, en même temps qu'il y a une capuche par rapport à la femme résistante, comme Fatma Soumer. En même temps, l'arbre de l'olivier, c'est-à-dire à quel point tu te fais l'arbre ou tu te de la nature, fait l'insan, parce qu'il y a la vie de la vie qui fait que tu te fais l'arbre ou La cinquième, c'est la pureté, c'est une bougie, dire Mazal Jaya. Mazal a une suite, c'est un truc qui va briller, Inch'Allah. Un espoir. Voilà. دونك ربما الحاجه اللي نزيدو نمشيو ليها هي الامكانيات الكبيره اللي كان حطها الديوان الوطني للثقافه والاعلام باش قدمنا هذا الحفل وهذا الانتاج كامل. ماشي جديده عليه الديوان الوطني جو سي با لا بريمير فوا انا معاهم سي بالك لا كاتريام اكسبيريونس. ربما حاجه اخيره قبل ما نستقبلوا معنا ضيفه اخرى اللي هي كانت من بين الطاقم التقني اللي قدموا هذا العمل. نقول برك على هذه باسكو حكايتها سي كوان انت كعيط لي اون سوم اون ترين دو بريباري لا كلوتور الور جات كريمه بور بريباري لو بروشان بيرسوناج دونك نوصيها باش ما تعطيكش سي بور سا سي بور سا اللي هي اللي جابتني ما كنتش ناوي كاع نجي جول بارابول سي بور سا ربما اللي حبيت نستغل الفرصه كاين دو شوز اللي حبينا نحكيو عليهم بالك بور لا كلوتور واش نقدروا نديو اون ايدي حاجه كوم ان اكسكلوزيفيتي كاسكليا دي زارتيست اللي راح يكونوا ما نقول والو والو لو تام وين راح يكون ابي بي ما نقول والو اللي حاب يشوف ويجي مرحبا نو سي لوجيك سي لوجيك هذا الشيء صح. كاينه حاجه اخرى ربما اللي نزيدوا ناكدوا عليها هي انه هناك حديث على استضافه الجزائر الالعاب ربما الافريقيه او البطوله الافريقيه القادمه اسكو كاين دي زيدي ديجا اللي راهم يوجدوا اسكو ولا ما كان حتى حاجه كونسيرن سو بروجي. انا كيفاش عامل قتلني يحييني اليوم وقتلني غدا قتلني غدا جو في لو مومون
سي با قرب. دونك موسى نون بارك الله فيك كنت معنا على الوضوح، ربما الوقت كان ضيق نوعا ما. دونك مشاهدينا الكرام فاصل ونعاود نولوا مع الضيفه الثانيه. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام، دونك كما كنا نقولوا قبيله دونك مع ضيفه ثانيه اللي هي واحد من الطاقم التقني اللي كان في الفريق العابل على تحضير الالعاب وحفل افتتاح الالعاب العربيه، واللي راهم يخدموا ثاني على حفل الختام اللي راح نحكيوا عليه ثاني. دونك كريمه العوير مسؤوله الميك اب والمكياج في الحفل، مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بك انفان، ميرسي بوكو د لانفيتاسيون. مرحبا بك معنا. ودونك دابري لي زابيل اللي كانوا معنا في لا بريمير ايتاب ولا لا بريمير بارتي في ليميسيون، الناس بزاف اشادت بالعمل هذا اللي قدمته، اللي هو في لافان نعاودو نجيو نحكيو ونقولوا عمل ربما مشترك بينكم كامل. نجيو نحكيو بالك على الشيء اللي كنتي متخصصه فيه انتيا، هي انكم بالك اللمسه تاع الميك اب تاعكم كوتي ارتستيك باش يتماشى مع لو تام تاع لو شو اون جينيرال، اللي هو طابع تاريخي طابع ثقافي. دونك تحكي لنا شويه على العمل التقني هذا اللي قدمته. العمل التقني اللي قدمناه هو عمل مشترك، يعني كانت خدمه ما بيني وبين موسى ديريكتومون، يعني هو اشرف على كاع لا كونسيبسيون تاع العمل. وبطبيعه الحال ما كنت وحدي باسكو العمل هذا كبير بزاف، دونك كانت عندي ايكيب معايا تاع حلاقات ومتخصصات في التجميل اللي عملوا على، يعني درنا لا كونسيبسيون بعدك في التيران خدمنا لي بانت. كي نحكيو حنايا بالك سي 5 ايبوك اللي كانت كاينه في لو شو اللي عبتم تعبير عليها، بالك كيفاش كانت طبيعه ربما الاظهار تاع الوجه ولا تاع الميك اب يتماشى مع هاد لي زيبوك، يعني لما نعاود نوليو سي بازن ترافاي تكنيك سالمون مي فيه كوتي ارتستيك، هذه الحاجه اللي بيان سور بيان سور. حنا حب اوفا موسى هو حب اولتها ان تكون كانت كاين طبعه تقليديه ولينا نرجعوها عصريه وتروح ثاني للخرافيه، يعني تكون ارتستيك بصح مقتبسه ولا شو مستوحات من التقاليد تاعنا، كما شفنا في بار اكزومبل في المقاومه ولا في الاستقلال في الاستقلال ولا في وسمع العام العصر القديم. عندنا دي تاتو دي تاتواج اللي اقتبسناهم من التقاليد تاعنا والعادات القديمه ورجعناها بلي مودرن، يسمى عطينا له طابع عصري، يسمى باغ اكزومبل لي تاتواج رجعناهم دي بيجو يسمى حلي ماشي تاتو، يسمى عطينا لهم لمسه ذهبيه مع العقاش مع الالوان باسكو لي تاتو تاعنا جايين جينيرالمون نوار تسمى بالاسود يديروهم ولا بالازرق ولا يعني انتم ما عاودتوا غيرتوا هذا الشكل وعطيتوهم هذا الروح اللي بلي كولور هذه فوالا بلي كولور اللي لازم تكون تتجانس مع اللباس ثاني وتعطي لمسه عصريه. خبيه ربما حاجه واحده اخرى اللي حبيت نشير ليها انه هذا العمل الفني هذا اللي عبر على الهويه الجزائريه، يعني بمختلف الاماكن اللي كاينين، ربما الصحراء عندنا، الشرق عندنا، الوسط عندنا، الغرب. دونك هذه الخدمه الكبيره هذه تحتاج بالك بحث منكم انتوما وتحتاج خدمه كبيره من عندكم، ماشي غير حاجه اللي تجي هكا. اكزاكتومون، كان عندي الوقت اللي نبحث فيه، عندي كتب تاريخيه على الميك اب في الجزائر، كيفاش كانوا بكري يماكيي وكيفاش كانوا يديروا الوشام، انواع الوشام. اسما رحت عاودت وليت الكتب التاريخيه على الوشام كيفاش ندار كيفاش خرج واش هو المعنى تاعو، اسما وخيرنا الوشامات اللي عندهم معنى اسمها تاريخي ماشي هكذاك برك، اسمها سبا ماشي حاجه يعني جات ربما كما نقولوا حنايا من غير قصد ولا، يعني كل شيء كان مقصود وكل شيء كان
كيفاش نقولوا خممنا عليه وحوسنا عليه وبحثنا عليه وكان فيها ربما سيناريو مخدوم حتى الميك اب اكزاكتومون صح. ربما حاجه اللي نزيدو نقدموها هي انه ربما العمل المشترك الوقت اللي كان عندكم تحت الضغط حكينا شويه على الكوليس تاع لا بريباراسيون كيفاش كانت. الوقت كان قصير جدا يعني باش تشوف العمل مع الاخر واش شفتو في 5 جويلية يسمى نورمالمون هذاك العمل ياخذ يعني مينيموم 6 موا 6 شهور ولا عام. شحال كانت المدة تاع لا بريباراسيون تاعو نتوما؟ 3 شهور يا اخي في مارس اعلنت باللي الجزائر تحتضن دونك لو طون هذاك الوقت اللي باش تجروبي ليكيب انا ديجا في المرحله في الدومين تاعي في الديبارتمون تاعي كان عندنا 20 يوم تما خدمنا واحد 20 يوم هكذاك تقدر تقول 3 اسابيع تما 3 اسابيع سي فريمون فريمون ديفيسيل باش تخرج هذاك الخدمه هذيك مي حطينا قلبنا على بالك باش تخدم حاجه اللي تشرف الجزائر وتشرف البلاد وخمسة جويلية وافتتاح وزيد لها الناس دي الشباب يعني الأشقاء يعني العرب معنا اللي عاشوا يعني معنا في الحدث الثاني ويعني وتشوف الأعمال اللي قبلها تاع الافتتاحات اللي قبلها وتحب تمد يعني أكثر يعني كان مستوى عالي صحيح تحب تمد أكثر تحب تشرف يعني كل واحد مد يعني أكثر من طاقة ناس ما جوزناش العيد مع مالينا صح كان يحكي موسى وين قال حتى ربما ذبحتوا لتما وجابوك من الفلاش تما ما تشوفش فاميلتك ما اسمع حياتك الشخصية قاع حطيناها عبر وبدلنا قاع المجهودات يعني أنا يعني باش نقول لها مدينا 100% لا مدينا أكثر واحد 150 بالك ماشي غير 150 يعني في هذه المدة هذه بالك حاجة اللي نزيدوا نمشيو ليها اللي هي ربما انه العمل اللي يتقدم باش يدل على كفاءة كبيرة ما يجيش عنده علاقة بالعمل على قد ما يجي عنده علاقة بالانتماء بالك تشوفوها بانه مسؤولية تاع وطن اللي لازم تشرفوه اللي لازم تقدموا اللي عليكم باش يبان باحسن صورة من بعد بالك تخمم في لو كونتي انك عامل ولا انك مقابل او الاجر على هذاك العمل اكزاكتوم انا الاول مرة كي تلاقيت موسى نون ديريكتومون شغل امن ديجا يامن بالخدمه تاعي اون طونك بروفيسيونيل وامن بال عندنا كما نقولوا حنايا اون فيلوزوفي صحيح عندنا رؤيه سي فيلوزوفي دولار اكزاكتومون لانه حبينا ولا حنا ميم لو ميك اب فلسفه دولار اكزاكتومون كي يكون عندك فلسفه واحده وبعد واحد ورؤيه واحده وهو كي يماجيني حاجه وانتي ترياليزيها وتعطي لمسة هو يعطي لمسة يعني تخدمها تمشي وتمشي بارامور ما كاش منها ما تخرج حاجة شابة وهذا وانا يعني لاشوط اللي عجبتني في هذا البروجي سيك امنوا فينا وحنا كنا عند حسن الظن جاسبر الحمد لله لا يعني كنا في حسن الظن جميع الجزائريين نو هي حاجة اللي كثير منها هي ردود الفعل الأولى الناس كيفاش شافت لو شو كيفاش بارطاجاتو كيفاش كومونتات عليه في لي ريزو سوسيو بوكو بليس هو الشيء اللي خليك يقول بان العمل كان ناجح حتى بشهاده ربما الاعلاميين والوفود الاجنبيه اللي كانت كاينه في الجزائر ربما لله. حاجه اللي نقدروا نختموا بها هي لا كلوتير اللي راح تكون جوسي بالك كاين شويه ربما ضغط اكبر تحفظ بصح كيفاش اذا كانت تعطينا اون ايدي كونسيرنون ليفينمون كيفاش راح تكون ابي بريز كو لو كونسيبت لو كونسيبت مازال ما شفت مازال ما هضرناش على الكونسيبت ديتو يعني مازال ما دخلناش نورمالمون ابري دما يعني على يومين باش نبداو لي بريف تاع الكونسيبت مازال ما عنديش صح على بالي بلي موسى عندي ثقه فيه باسكو انا اول مره نخدم معاه ولي شرف اني خدمت مع انسان فنان يعني انسان فنان كامل يعني أودولا دو فنان هو إنسان يعني مفكر بالك ماشي إلا أون سونسيبيليتي هومان أون سونسيبيليتي أرتيستيك سمحوا لي ما نقدرش ما عرفش نقولها بالعربية سمع عنده حس أول إنساني يقدر يعبر عن الإنسان وعنده حس أيضا
ربما فني اللي يقدر يقدم الفن من خلال التعبير على الشيء اللي عنده. ثاني حاجه اللي ما تلقاهاش بارتو سي كو يخرج واش هو لو ميور لي فيك. تما انا على بالي قدرات تاعي تما زيد يدفعك باش تقدم اكثر. انا اذا يومنا هذا كي شفت الافتتاح ما رانيش مامنه بلي انا اللي بارتيسيبيت لهاد. فهمتني؟ تما خرج من مني كاع القدرات اللي نقدر. يقول لي روحي زيدي ابدعي اعطيني لي زيدي il te pousse à mettre tout. في الحفل الاختتام والله ما على بالي سوربريز راني كيما نتوما كيما انا يعني على بالي على بالي بلي انا سكو جو سونس ما واش راني نحس دركا سك دوكا لا بريسيون راهي كبيره باسكو انا حطينا لا با سما دو لوت نيفو بالك تزيدوا لازم تقدموا في نفس المستوى ولا اكثر حطينا اكزاكتومون حطينا لا با ترو دوكا لازم يعني نشرفوا الشعب الجزائري كيما شرفنا في 5 جويليه لازم 15 جويليه نزيدوا نشرفوا بلادنا. بالك الحاجه اللي كانت مور الحفله هي ردود الافعال ربما تاع الجزائر كيفاش تقبلتوها يعني؟ بكينا ديجا في الستاد بكينا و كاين واحد لا فيديو اللي شفتها اللي اثرت هي واحد المجاهده خرجت من الصطاد تبكي وتدعي للشباب الجزائري انه ان شاء الله ينجح ان شاء الله نروحوا بعيد وان شاء الله نتالقوا. قاستني باسكو حكينا ليستوار تاع الجزائر حكينا تاريخ الجزائر بالكاع في كاع لي دومين تما فنيا حكينا ليستوريك يعني ليستوار التاريخ واش صرا وعطينا له لمسه ثاني. انا ثاني اللي قاستني ثاني سي الشعر الكلمات الالحان الموسيقى لي دونسور يعني كلشي كان متجانس وخلى يمد بصمه في الصميم. جستومون كلمة صميم هذه هي ربما اللي عبرتوا من خلالها على الإبداع الخاص بكم. ربما حاجة اللي نقدروا نختموا بها دوك لما نشوفوا هذا العمل هذايا ونشوفوا الشباب الجزائري اللي قدم واللي يبدع دوك نقولوا الجزائري نا با ليميت. إلا با إلا جامي يو ليميت. الجزائريان حر. الجزائريان سي شخصية حرة شخصية متنوعة اسمها تحكم ألجيريا ألجيريا ما يتشابهوش ما يتشابهوش. عندنا ثقافات ما شاء الله عندنا إبداعات ما شاء الله. الألجيريا تعطي له لي موايان الألجيريا نشوفه كما الوردة. الوردة كي تحطها في بستان تعطي لها قاع وش لازم تتنور صح. ما تعطي لهش وش لازم الله غالب يموت صح سيبري. وانا يا عندي ثقه في 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 في, في الشاب الجزائري في الشباب الجزائري ما شاء الله الله يبارك وان شاء الله نشوفوا شبان يتالقوا في كاع الميادين ماشي غير في الرياضه في الثقافه في الهندسه في المعمار في التشييد يعني بارتو في تو لي دومين اكزاكتو ان شاء الله. دونك هنا نكونوا كملنا ليميسيون تاعنا. ميرسي بوكو كريم على لا بريزونس هادي وهاد لي ديبا ان شاء الله نشوفوا حفل الاختتام يكون في اقوى مستوى اكثر وبوكو با ان شاء الله تكونوا معنا في الاستوديو اون اوتر فوا ونزيدوا نحكوا في ديتا ان شاء الله. معليش كلمه بيان سير تفضلي جيستو. نحب نشكر كاع ليكيب اللي خدمت معايا بون بلا ما نذكر الاسماء باسكو سان سخالون فوالا. نشكر الناس تزعف بالك نشكر موسى نشكره من اعماق قلبي من الصميم وي اكزاكتو على لا شونس اللي عطاها لي. ونقول لكل طفله اللي تحلم تكون متخصصه في التجميل ما تفقدش الامل يعني ولا حبيتي حاجه. المراه الجزائريه عندها قدرات دونك نشكر كاع النساء الجزائريات والأمهات الجزائريات ونقول لهم جسبخ أنا كجزائرية شرفتكم مثلت الجزائريات بأحسن تمثيل هو الشيء اللي ما عندنا الشك فيه. دونك مرسي بكم مرة أخرى بينتوا على الفن اللي عندكم وبينتوا بأنكم ناس فنانين وبينتوا بأن الجزائري يقدر يقدم. دونك مشاهدينا الكرام هنا نكون وصلنا مع بعضنا إلى ختام هذا العدد من حصة تسجيل لايف. إن شاء الله كنا خفاف عليكم إن شاء الله كانت حصة ناجحة وشفتوا من خلالها وعرفتوا بعض كواليس الحفل اللي كان
باهر وبين ربما مكانة الجزائر وعطى اللمسة الجزائرية وحكى تاريخ الجزائر وعبر على الجزائر ما قبل الاستقلال وجزائر في الحقبة القادمة وجزائر المستقلة، وإن شاء الله حفل الختام يكون أكثر ربما إبداعا، وإن شاء الله نبقى توجور على الأوتر، وإن شاء الله الجيري دائما تكون منورة وزاهية بالجزائريين وبكل أنامل الجزائرية. إلى اللقاء.